فنان مواطن مغربي. السيد الرئيس، السادة أعضاء اللجنة، سعادة ممثلي الدول الأعضاء ومعالي السفراء، لكم جزيل الشكر لتمكيني من التحدث أمام اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار. لقد دشنت السلطات المغربية حملة اعتقالات في حق الطلبة الصحراويين بسبب آرائهم السياسية ونشاطاتهم التوعوية بأضرار الاحتلال لأرضهم ونهب خيراتها. وفي هذا الإطار قامت السلطات المغربية باختطاف الطالب الصحراوي الحسين بوركبة بمدينة أكادير يوم 12 مارس 2024. كما جاء هذا الاعتقال بسبب الأنشطة السياسية والنقابية التي ينظمها الطلبة الصحراويين المدافعين عن استقلال الصحراء الغربية وتقرير مصير الشعب الصحراوي. وفي ارتباط بنفس هذه الجريمة ضد الإنسانية، كانت السلطات المغربية قد أقدمت على اعتقال الطلبة الصحراويين أيمن اليتربي وبدر حناني. وقد جاء اعتقال جميع هؤلاء الطلبة الصحراويين من قبل السلطات المغربية بسبب استمرارهم في المشاركة في الأنشطة الطلابية بالمواقع الجامعية المغربية، وهي الأنشطة التي تنظم في إطار المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على أرضه وثرواته الطبيعية وتخليد الذكريات الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والتضامن مع السجناء السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية ومع ضحايا الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة باستمرار في حق المدنيين الصحراويين. سيد الرئيس، لقد كشفت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي أن المغرب توصل بنحو 1 مليون طن من النفايات الأوروبية سنة 2022 وقد تم دفنها والتخلص منها في الصحراء الغربية، وما يمثل هذا من خطر جسيم على حياة الصحراويين التي تتمثل في أمراض كثيرة كالسرطان والتسمم الإشعاعي وأخطار بيئية كالاحتباس الحراري الذي يهدد سكان الكرة الأرضية قاطبة. كما أن المغرب استقبل من قبل 3 سفن محملة بنفايات نووية من دولة إيطاليا وتم دفنها بمدينة الداخلة، مما يقوي خطر التلوث بالإشعاع النووي بشكل كبير. لقد صارت الصحراء الغربية مدفنا للنفايات سامة من أوروبا، حيث المغرب يبرم صفقات لإحضار النفايات بداعي حرقها واستعمالها كوقود للمصانع، وبعد ذلك يتم التخلص من هذه المواد السامة والمسرطنة والمسببة للتلوث البيئي داخل الصحراء الغربية. سيدتي الرئيسة، إن استمرار الطرح المغربي بالحكم الذاتي للصحراء الغربية هو شرعنة للاحتلال من جهة واستمرار لاستعباد الشعب الصحراوي الذي يرفض العبودية من جهة أخرى، كما أرفضها كذلك أنا وباقي المعارضين المغاربة الذين يطالبون بتغيير النظام في المغرب من ملكية ديكتاتورية إلى جمهورية ديمقراطية. شكرا. Morocco. Je vous remercie encore une fois, Madame la Présidente. The distinguished representative of Morocco, I see you. Can I speak? Yes, you can. I see Thank you. And sorry.